ولآخر لحظة اصنع معروفا واغرس فكرة، لا تيأس فالخير بنا فطرة، الله استعمرنا والأرض غدا تشهد، فحصاد اليوم غراس الأمس وغرس اليوم غدا يحصد. لا لا لم نخلق عبدا. اليوم تم افتتاح بير ما صدق جارية عن المرحوم عبد اللطيف خربوش والمرحومة زبيدة خربوش، مقدم من سمير خربوش، نوع البير الارتوازي بإشراب تراحم وسنابل الخير، جزاهم الله خير الجزاء وأحسن الله لهم، وسقاهم الله من حوض القوصر يوم القيامة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البير في ميزان حسناتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وأكرم نزلهم وعافهم وعاف عنهم ووسع مدخلهم ونور قبرهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النار. اللهم تقبل هذه صدقة وجعلها سببا لدخول الجنة ونجاة من النار يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.